سراو الجهاز السيرفي حتى ال 5 اكس ال اليوم غيبقاو لكم ثمن روعه اللي هو فقط 69 درهم فقط. هذا الاستيك من 160 180 اليوم غيبقى لكم هذا فقط 69 درهم. شوف لي هذا السروال هذا اخر ما كاين شي موديلات اليوم واعرين غيبقاو لكم اليوم فقط ب 69 درهم وقميجه ب 69 درهم. وهذا القميجه راه فيها اللوينات ما كلشي يلبس اللي عنده حتى اللي ما عندوش وغتلبس بياس اللي هو سبيسيال والجوده ديال بصح ها نتوما 69 درهم يعني 40 اورو اليوم غتبقى لكم هذه بثمن هاوته 119 درهم وماشي غير هذه كاين فيها بزاف شي حاجه سبيسيال قليل البياس ولكن ثمن زوين ما سمعتوش شحال قال لكم نورمالمون اخويا شحال كيدير هذا في الاصل 150 درهم 150 درهم اليوم غادي يبقى لكم 89 درهم ها انت السلام عليكم حبابنا مرحبا بكم معنا الف مرحبا في فيديو جديد وهذه المره الشباب ديالنا اللي بغاو يلبسوا حتى العيالات اللي متبعينها بطبيعه الحال كاين اللي عندها اخوها كاين اللي عندها باها كاين اللي عندها راجلها كاين اللي من عائلتها وبغات لي شي مح اللي يكون فيه دي بياس واعرين وبثمن اروع اذا مرحبا بكم الف مرحبا العشاق ديال الناس ديال اوريجينال مرحبا بكم في هذا المحل العشاق ديال الناس بياس اونيك يعني انت لابس وما لابس شي حاجه اللي مطليه بها السوق مثلا هذا شوميز اللي كتشوفوا هذه شوميز ماركة عالمية اللي كتباع في لي سيت ويب دابا إذا سكرينتيها وحطيتيها دابا غطلع لك بواحد 600 درهم حتى 700 درهم اليوم الثمن ديالها في هذا المحل من 600 درهم غتولي بحال فابور 119 درهم منها عدد موديلات غنوريهم لكم كذلك السروال ديال الجين غتشوفوه معنا اليوم ثمن هاوته السروال ديال الجين اليوم غيبقاو لكم ب 69 درهم بدلا من 140 درهم 150 درهم وبطبيعه الحال زيد المزيد هكا اللي بغات شي حاجه هوت كام راه كاين المهم الناس العشاق ديال الاوريجينال مرحبا بكم في هذا المحل وحتى الهاي كوبي محل جديد فين في مدينه مراكش وبالضبط راكم شفتوا العنوان معايا السعاده فاذا مرحبا بكم نمر التليفون ديالهم هي هادي ونشوفوا خونا عبد العزيز الحبيب السلام عليكم مرحبا كلشي مزيان الله يحفظك راك خويا عبد العزيز اليوم غادي نشوفوا العروض اللي ان شاء الله تبارك الله اللي عجبني في المحل عندك داك الشيء قليل حد ولكن بياس يونيك اللي ما دارش حاجه مزيانه باش ترضي الكليان نعم طبيعه الحال من لي سويت عنده لي سويت شي حاجه واعره بزاف سلعه نقيه بمعنى الكلمه ديال بصح وغنشوفها معكم لي تيشيرت كذلك عنده سلعه نقيه شي حاجه سبيسيال اونيك كاين سامبل وكاين العشاق ديال شي حاجه اللي كتكون فيها الزواق وكذا ومطروس غنبداو معكم اول حاجه خويا عبد العزيز نبداو معاهم السراول ديال لي سيرفيت ديال لي سيرفيت السراول ديال لي سيرفيت هما باش غنبداو هما الاولين غتشوفوا معنا هاد السراول هاد السراول فوالا هذا كيدير 150 درهم دابا في السوق 150 درهم زوين ان شاء الله نعم ها نتوما شوفوا لي الموضي شوفوا لي لا فينيسيون شي حاجه كاليتي واعره اليوم شحال غيبقى قلت ان شاء الله غادي نديروا ليه 70 درهم 69 درهم 69 درهم فاذا مرحبا بكم الف مرحبا فيه الكرون طاي ديالو وفيه البتي طاي ديالو كاين حتى لي كرون طاي لي كرون طاي تلاش اخويا لي كرون طاي من 3 اكس ال حتى 5 اكس ال من 3 اكس ال حتى 5 اكس ال فيه من الميديوم يعني من الميديوم حتى 5 من الميديوم حتى 5 اكس ال اذا السراول ديال السيرفي حتى 5 اكس ال اليوم غيبقاو لكم ثمن روعه اللي هو فقط 69 درهم فقط 69 درهم هو الثمن ديال هذا السروال هذا دوب شي حاجه كاليتي سبيسيال نقيه ولا الجويبات ديالو هنايا هاد الطبعه سيري جرافيك امبيريابل ما تخافوش تقشر ما والو هنايا جيب من لور والتوب غارانتي ديال بصح كاين هذا الموديل هذا اللي قلنا معروف في السوق وصل ما بين 140 150 درهم اليوم غيبقى ب 69 درهم
كاينين موديلات شي حاجه كاليتي شي حاجه واعره تحتنا اللوينات تاعهم السي العزيز. هادو كندويو شوف دائما ملي كنهضروا ما كنهضروش على التيك شي حاجه التيك كاليتي التوب. نعم تاع التوب توب جوده ممتازه قطنيه شي حاجه كاليتي صبن ورد ماشي صبن ولوح. والثمن ديال هادو راه معروفين في السوق 180 190 درهم. اليوم غادي يبقاو هادو اخويا بشحال 129 129 راه اللوينات اخويا عبد العزيز كاين هذا تاع هو جديد. نشوفوا هادو اللوينات ديالو بعدا اللون الاول اللون الثاني اللون الاحمر للون الثالث باقي شي لون اخر في هادو كاين الكريم بلاك كاين الكريم مفتوح كاين نوار كاين هادو كلهم. وما تنساوش كي قلت لكم راه كاينين خوتهم نعم كاين موديلات اخرين اللي قلنا غيبقاو لكم ب 69 درهم. هادو حتى هما فيهم كرونتاي تاع 5 اكس ال واللي قلنا غيبقاو ب 129 درهم ولباس ورد. مرحبا بكم. كاين كذلك موديل اخر هانتوما هذا موديل اخر ياك اخويا لا اخوهم اخوهم موديل اخر نعم فيهم سبعه الوان فيهم هذا الخضر فيهم الاحمر فيهم الكحل فيهم هذا الكري فيهم كري مغلوق فيهم هذا الكري مفتوح فيهم بلوسيا نعم. وكاين الكرونتاي ديالهم هادو الكرونتاي ديالهم حتي اخويا الكرونتاي نشوفهم ضروري يلا سير نشوفوا الكرونتاي ها هما الناس ديال الكرونتاي وكنعرفوا انه الكرونتاي يكون غالي في السوق من 2 اكس ال حتى 5 اكس ال 5 اكس ال والتوب راه روعه حتى خاصكم تقيسوا التوب شي حاجه جوده ممتازه جدا بالنسبه لهاد السراول هادو فوالا كاليتي واعره. وهادو تا هما نفس الثمن 129 درهم. كاين كذلك هذا الموديل اللي هاز في يديك الناس هذا موديل جديد هذا نعم. خرجوا من خرج البيجامات ديالهم نعم كان خدموا مزيان دابا خرج السروال بوحدو حتى هو غادي نديروا ليه 69 درهم. حتى هذا شحال قلنا 69 درهم في هذا اللون وفي هذا اللون. شوف لي هذا السروال هذا اخر ما كاين شي موديلات اللي هما واعرين غيبقاو لكم اليوم فقط ب 69 درهم. 69 درهم هادو شحال باش معروفين في السوق اخويا اصلا 150 150 من 150 درهم اليوم غتاخذ جوج وتشيط باقي هانتوما من 150 اليوم تاخذ جوج وتشيط. هانتوما فيهم اللون الكحل كاين هذا اللي بالشيبي ولا الزرق وكاين هذا اللي بالخضر تقريبا 69 درهم 69 69 كلهم ثمن هاوته. انا منكم صراحه غناخذ منهم ثلاثه لانهم كلهم زوينين الثمن صراحه هاوته. ولكن عبد العزيز غيعطيكم غير واحد لكل واحد باش كلشي يتبرع هذاك الشيء اللي كاين نعم باش كلشي نعم باش كلشي يلبس. هادو فيهم كميه محدوده ربما هذا الشيء اللي كاين فيهم هذا الشيء اللي بقى نعم هادو بالضبط. اما هادو راه باقي فيهم لا كونتيتي الاولى اللي شفنا في الاول. نعم هذا كذلك عندنا السراول ديال الجين الهمزه الزوينه انه السراول ديال الجين عندهم حتى هو ب 69 درهم 69 درهم غتاخذ سروال سبيسيال سروال كاليتي ديالو مزيانه بزاف جودة ممتازة في التوب ديالو فوالا. هادو 69 درهم واخا عبد العزيز هذا بالضبط شحال الثمن 180 درهم 170 180 170 هذا ستيك ياك اخا عبد العزيز الاستيك هذا كواليتي مزيان نعم هذا الاستيك من 160 180 اليوم غيبقى لكم هذا فقط 69 درهم. ها انتم السراول ديال 69 قلنا كاين هذا 69 درهم 69 درهم بالوانو كاين كذلك هذا حتى هو وهذا الموديل يعني هاد اربعه او ثلاثه ديال الموديلات كلهم غيبقاو لكم ب 69 درهم اي كلشي ثلاثه غيبقاو لكم ب 69 درهم في هذا المحل. ندوزو بالنسبه للجين كاين الجين قلنا ديال 69 درهم كاين هذا الموديل هذا اللي معروف 170 درهم 180 غيبقاو لكم فقط ب 99 درهم فوالا موديل 99 درهم. هذا موديل راه معروف حتى هو في السوق مزيان شوفوا لي لا مارك ديالو نعم لا مارك ديال الناس اللي بغاو يسكرينيو باش يقلبوا 99 درهم. وهنايا راه عندهم السراول ديال الجين فوالا السراول ديال الجين موديلات كثار الموديل ديال تركيا موديل ديال فرنسا السراول ديال الجين اللي معروفين ب 190 200 درهم 120 هنا اغلى سراول غيبقى لكم ب 129 درهم. فاذا السراول ديال الجين هنايا الثمن تاعهم غتلقاهم ب 69 درهم وكاينه 99 درهم واغلى سروال اللي معروف في السوق ب 180 حتى 200 درهم غيبقى لكم فقط ب 129 درهم. غندوزو معكم دابا للقويمجات واللي كاين فيهم قويمجات اوريجينال كما قلنا لا كاليتي ديال هاد القميجات صراحه كاليتي واعره بزاف. انا هادي راه خديتها من عنده عجبتني صراحه بالنسبه لهادي ديال دومي سيزون ماشي صيفيه ما تمشيوش غالطين لانه دومي سيزون هي هنا راه تبان على نصكم ولكن التوب ديالها راه سخون صراحه ستيل واعر وإلاستيك. شوفوا هذه معروفه غنجي نقول لك دير معايا واحد البلاصه واحد الحاجه زوينه
غتسكرينيو معايا هاد سكريني وا سكريني. دخل لجوجل دابا قلب الثمن ديالها شحال، غتلقاها فيتا 400 درهم، يعني 40 اورو. اليوم غتبقى لكم هادي بثمن هاوتا 119 درهم، وماشي غير هادي كاين فيها بزاف. غير هو الحاجه بغيت نقول لكم العشاق الدواقه والحادقين لا كونتيتي فيها محدوده. خويا عبد العزيز حتى تقريبا بيكون فيها هذه البياسه كاع ديال مجموع فيها شي 10 بياسات. 10 البياسات هذا الموديل اللي كتشوفوا فيه باقي فيه 10 البياسات، وراه لي طي ديالها ثلاثة خويا، لأن ما ممكن تكتب لي اكس وجاتني واحد. الطي ديالها وافين اكس ال هذيك اكس ال، شوفوا اكس ال دوبل وجاتني مخيرة فيها ميديوم لارج اكس ال ميديوم. لا الطي ديالها وافين الام ال اكس ال، وراه كتجي وافية. كاين هذا الموديل وكاين كذلك حتى هذا الموديل اللي بحال هانيت، ولكن هذا بالخيط. شوفوا لي حتى هي موديل ما كاينش نذكر لا مارك، ولكن راكم تتشوفوا فيها فوالا. هذه غتبقى لكم حتى هو 119 درهم، وهذه في لي سيت ويب ديالهم دابا فايته 40 اورو فايته 400 درهم. اللوينات ديالها كاين هذا اللون، وكاينه هذه حتى هي لون اخر، ولكن كما كتشوفوا الزواقه ديالها مختلفه، وثمن فيها نفس الثمن حتى هي غتبقى لكم 120 درهم بدل 400 درهم. وهذا الفيديو راه كنشوف هذا الفيديو هذا موجه للناس اللي كيبغيو شي حاجه اوريجينال شي حاجه اونيك، والناس كذلك تلبسوا الهاي كوبي، ولكن هنا بثمن مناسب. كان كذلك شوف هادو، هذه القميجه ديال الساتان اوريجينال ديال ماركه عالميه، كلهم هادو ما كينزلوش على 400 درهم. اليوم غيبقى لكم ب 119 درهم. شوفوا عشاق اللون الاسود هذه الطوب حتى هي واعره بزاف وفيها جوج حبات. نعم هانتوما سمعتوا باقي فيها دو بياس، هانتوما هادي وهادي 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 وهادي. شوف لي هاد اللوين عشاق اللون، هاد اللوين سيتو الصيفيين، وهادي هادو كلهم غيبقاو لكم ب 119 درهم. كلشي ب 119 درهم، وراه فيهم لي طاي حتى الدوبل اكسل، وبانت لي فيها حتى 3 اكسل. هز صحة والراحة، وكلشي اوريجينال، كندوي اوريجينال، وكنتحدى اي واحد قال ماشي اوريجينال. هادو بالنسبة لهاد القويمجات، عندي لكم قويمجات مازال اخرين واعرين غتشوفوهم معايا دابا، خليكم معايا. صراحة اي واحد شاف هاد القويمجات ولا قاس الثوب تاعهم راه غادي يعرف قيمة لا كاليتي ديالهم. كاين كذلك هاد القويمجات هادو اللي كتشوفو هادو لوينات، وتا هما راه ماركة وفيهم اللوينات ديال كومبليت. نعم هادو كلاسيك، الناس اللي كيبغيو مع ليفيس الناس اللي كيبغيو شي حاجه كلاس. نعم فوالا تسري ولاد ديال الكلاس راه كاينين. هذا خويا شحال الثمن ديالهم عندكم؟ هذا كنديرو ليه تاهو 119 درهم. 119 درهم. هادو دابا غيبقاو لكم السروال 119 درهم، وقميجه ب 69 درهم. وهاد القميجه راه فيها اللوينات مثلا ثاني هاد اللون اسمح لي، هذا فيه اللون. نعم هاد السروال هذا هاد اللون غيجي معاه هادي اسورتي ولا فيس فوق منه. شوفوا لي اللوين ديالها متقاربين، هرس عليه غيجي اسورتي، وهذه قلنا راه فيها اللوينات ديالها. اذا ها اللون الاسود الموف، اللون الثاني ثلاثه الالوان او اربعه الالوان كحل الموف الاحمر والشيبي، هادو كلهم غيبقاو لكم ب 69 درهم. اي 69 درهم، ماشي غير هادشي. شوف لي على هادو كاميرامان ها نتوما، هاد الموديل هذا كامل ديال 170 180 150 هادو كاملين غيبقاو لكم انت هما فقط ب 69 درهم. كلشي يلبس اللي عنده حتى اللي ما عندوش، وغتلبس بياس اللي هو سبيسيال والجوده ديال بصح. ها نتوما 69 درهم، ونعاود نقول لكم راه بياس اوريجينال ماركه عالميه، بدل من 400 درهم غيبقى لك سيدي ومولاي فقط شحال 119 درهم. والسراول ديال الجين غيبقاو لكم 70 درهم، يعني غتلبس بياس اونيك بياس سبيسيال وبثمن هاوته. هذا فيما يخص هاد القميجات كيف ما شفتوا دابا، تجيو ان شاء الله وتكتشفوا كاين كذلك هاد الموديلات. نعم هادو حتى هما. نعم هادو شحال قلنا خويا عبد العزيز؟ هادوك قلنا 110 درهم 110. هادو شحال باش معروفين في السوق هادو؟ 170 180 170 180. وبغيتكم تسمعوا لانه فريمون انا عرفتهم، هادو هو الثمن تاعهم 170 180. هادو شي حاجه سبيسيال حتى هما، الثوب تاعهم كاليتي مزيانه، صبن ورد ماشي صبن ولوح، فيها اللوينات كما كتشوفوا كاين هذا اللون الابيض السيبي الخضيضر، كما كتشوفوا هذا اللون تا هو الغوز او هادو حتى هما
كلهم نعم هذو كلهم غيبقوا لكم الثمن زوين اللي هو 110 درهم. ومرحبا بكم عندنا لكم هاد لي سويت هادو اللي هادو ليكيداسيون قبل الاوان. اللي عجبني في هذا المحل هو انه ماشي قال البرد هذا سلعه ديال البرد خصني نعلق الثمن ونربح فيها، فكل شيء يلبس ويلبس سلعه نقيه وسبيسيال. خويا عبد العزيز نعم اخويا هاد لي سويت هادو شوفوا لي تبارك الله، قرب كاميرا مان قرب خويا شوف لي ديتاي شوف لي لا فينيسيون وي كذلك الطرزه كيفاش مخدومه جوده ممتازه كازا بلانكا شوف لي هذا كذلك. هذا خويا عبد العزيز حباش معروفين في السوق 180 حتى هما 170 180 170 اليوم غيبقاو لكم فقط 119 درهم 100 من الميديوم حتى الاكسل من الميديوم حتى الاكسل وبات لي فيهم راه فيهم هانتوما قرب اخويا قرب شوف لي لي موديل شوف هانتوما هانتوما الشباب شوف غتلبس شي حاجه سبيسيال شي حاجه اونيك ما مطلياش في السوق وماشي ب 300 درهم ولا 250 فقط 119 درهم هانت لبس ليا مع راسك تبرع ليا مع راسك هانت شوف فابور هادشي كامل ثمن هوتا هانت الحبيب شوف ليا الشباب هانت كاين هادو كاين فيهم الكحل والبيض هانتوما الشباب. ودائما الجديد في هذا المحل تغيب اربع ايام ثلاث ايام تلقى الجديد وتلقى الجديد في السلعه اونيكس في السلعه سبيسيال اللي كيبيعوا الخوت في محلات اخرين 300 درهم 250 400 درهم اليوم هنا غتاخذها بنص ثمن شوف هانتوما شوف عندك التشوكه اللي هي عندك هي هذه نعم اوريجينال وي هذه قبيه اوريجينال سبيسيال فوالا شوف الصديق شوف هادشي راه ما كاينش هادشي قليل هادشي عنده مواليه ولكن هادشي كيتسرى ب 305 و 400 درهم اليوم غيبقى لكم ب 119 درهم. هاد البياسه اللي غتشوفوا دابا منها بياسه وحده ما كانت تباع ما كبرش دابا حنا باقا وحده فوالا باقا منا بياسه وحده اللي كانت كتباع ب 300 درهم اليوم ليكيداسيون اللي فرزقوا غياخذها عندك تخلع 119 درهم انت تبرع عليا مع راسك طوب صراحه طوب فوالا هنا تجيو ان شاء الله ويتكتشفوا فمرحبا بكم هنا كذلك لي تيشيرت كاين كذلك هادو فوالا هانتوما شوفوا لي هاد البياس هذا غيضرك راسك الصديق هادو واخا شتو نصكم نعم هانتوما اوفر سايز كله 90 درهم هادو نصكم اوفر سايز ولكن راه ماشي صيفي هذا راه دومي سيزون شوف لي التو شي حاجه سبيسيال روعه ديال بصح هانت شوف لي الطبعه حتى اي واحد يقول لي لا الطبعه راه كاينه هانت شي حاجه سبيسيال قليل البياس ولكن ثمن زوين ما سمعتوش شحال قال لكم نورمالمون اخويا شحال كيدير هذا في الاصل 150 درهم 150 درهم اليوم غادي يبقى لكم 89 درهم هانت بياس الواع هاللوينات ديالو شوف لي هاد اللوين حتى هو شوف هانت شوف لي الطبعه صديقي شوف لي الطبعه هانت كلشي كيعرف هاد الطبعه هادي شوف كيفاش مخدومه قرب اخويا قرب سيريغرافيك امبيرميابل مطبوعه كما يجب لا ماشي صبن وقصر لا صبن والبس هانت هادو كذلك اش يكونوا اخويا عبد العزيز هادو حتى ثمن واحد هما اوفر هادوك كلشي اوفر حتى هما شحال الثمن حتى هما ندير لهم نفس الثمن 89 درهم بياس واعر هاللوينات ديالهم فاذا مرحبا بكم الف مرحبا لي تيشيرت كذلك الناس العشاقه ديال التيشيرتات ولكن ندير 120 درهم 250 درهم نعم هادو راه معروفين تيكونوا غاليين ولكن شوف الاوريجينال شي حاجه كاليتي بزاف تجيو ان شاء الله وتكتشفوا باقي كاين كذلك السماطي بشكل النوع الموديلات اللي بغيتو السماطي 70 درهم نعم ما وريناكمش كلشي كاين كذلك حتى السبرديلات تجيو ان شاء الله تشوفوا لي كاسكيت اذا مرحبا بكم ما وريناكمش بزاف عبد العزيز الله يخليك توقيت العمل ديالك توقيت العمل من 11 الصباح ل 1 الليل من 11 الصباح حتى 12 الليل من 11 الصباح حتى 12 ديال الليل ونعاود نقولها السباقين هما اللي غيتهمزوا في البيس اوريجينال وفابور بالنسبه خويا عبد العزيز للطوبيسات اللي كيدوزوا من حداك هنايا كاينه 7 7 12 وكاينه 18 هادو اللي كيبانوا لي انا 7 و 12 و 18 الموقع ديال المحل واضح وباين السعاده قبل الروم بوان قبل منها شوي الروم بوان ديال السعاده اللي فيها الكوميساريا فاذا مرحبا بكم والف مرحبا رقم الهاتف ديال الاخ عبد العزيز وهو هذا اللي كاين هنا لتحت خليكم على خير السلام عليكم